في زمن الفتن وتلاطم المحن يضاعف الله عز وجل ثواب الأعمال، فالقابض على دينه في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، فهو كالقابض على الجمر. وعبادة في الهرج، أي حينما يكثر القتل مثل ما نعيش نحن في هذا الزمن، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عاجز عن عمل أو قول لعذر وهو صادق النية في ذلك أعطاه الله بكرمه أجر العاملين، وإن لم يعمله فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومن تمنى أن عنده مالا ليتصدق به ناله أجر المتصدقين. ومن أحب أحدا حشر معه وإن لم يكن مثله. قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب والمسلمين والمؤمنين إلى قيام الساعة. وإذا سافر العبد أو مرض كتب الله بفضله أجره صحيحا مقيما. إذا كنت من أهل المسجد ومرضت فالله يكتب لك الأجر كأنك تأتي إلى المسجد، وإذا كنت مسافرا فإن الله يكتب لك الأجر كأنك حاضر وتصلي.